ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة هنعملها علشان ننزل أحدث سوفت وير أو أحدث ملف قنوات من موجود على الأونلاين، كل اللي احنا هنعمله أول حاجة نتأكد منها إن احنا رابطين الريسيفر بالإنترنت. بعد ما بندوس على كلمة المنيو بندخل على كلمة الواي فاي، هيقول لي برجاء الانتظار. طبعا الخطوه دي كل الناس عارفاها، انا بس بتاكد ان انا النت عندي شغال ولا لا. طبعا الشبكه عندي واصله اهي، فكل انا هعمله دلوقتي هدوس على زرار المنيو وادخل على كلمه تحديث. طيب افرض انا ما لقيتش عندي كلمه تحديث، بدخل على كلمه الاعدادات او على كلمه الضبط. كلمه اعدادات او كلمه الضبط بنزل بلاقي فيها كلمه تحديث، لما بدوس على كلمه تحديث اوكي بلاقي عندي تحديث البطاقه يو اس بي وعندي اونلاين ابديت. بنزل على كلمه اونلاين ابديت وادوس اوكي. اول حاجه عندي بيكون مكتوب عندي فتح واللي تحتيها يدوي. طيب عندي كلمه سوفت وير اهيت، لو وقفت عليها كده بيقول لك نيو سوفت وير، يعني موجود سوفت وير جديد. طيب لو دوسنا كده على كلمه بدء، لو نزلنا على كلمه بدء ودوسنا اوكي هتنزل الملف، هتنزل السوفت وير الجديد. طيب عشان ننزله هندوس اوكي على كلمه بدء. بيقول لك هذه الخطوه قد تستغرق عده دقائق، هي ما بتكملش دقيقه او دقيقه ونص. زي ما شفنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي الشريط بيحمل. الخطوه ديت ممنوع اي حد يفصل الريسيفر من من الكهرباء، ممنوع انك تفصله من الكهرباء. سيب الريسيفر يخلص، الريسيفر هيحمل لوحده وهيراستر، يعني هيقفل لوحده وهيشتغل تاني لوحده. بيقول لك كتابه البرنامج في الفلاشه كده، هو بينزل السوفت اللي هو نزله من على الاونلاين بينزله على الجهاز. هنستنى معاه لحد لما يخلص ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ادي الجهاز خلص تحميل وفصله وهيشتغل تاني لوحده، ما تعملش اي حاجه الريسيفر هتلاقيه شغال تاني لوحده. لان انا باكد على الناس في الحته دي، تلاقي الناس بتخاف وبتلاقي سحبت الفيشه من الكهرباء. طبعا احنا كده حملنا احدث سوفت وير. طيب بالنسبه احنا عاوزين نحمل احدث ملف قنوات، نفس الحكايه برضو هندخل نتاكد الواي فاي شغال ولا لا، وبعد كده ندخل على الاعدادات، هندخل على كلمه تحديث، ندخل على كلمة اونلاين ابديت. اول حاجة عندنا لو وقفنا على كلمة سوفت وير وغيرنا بالسهم اليمين خليناها داتا، عندنا كلمة داتا هيت وقفنا عليها ودوسنا اوكي خليناها داتا. لو نزلنا على كلمة بدء وندوس اوكي نفس الحكاية، الجهاز هيحمل ملف القنوات وهيفصل ويشتغل تاني لوحده. يبقى انا كده عملت ايه؟ نزلت احدث ملف قنوات، نزلت احدث سوفت وير. لكن طبعا بالنسبه للناس في خط في نقطه عشان الناس تكون واخده بالها منها، قبل ما تحمل ملف القنوات بتحمل السوفت وير الاول، يعني ما ينفعش تحمل ملف القنوات وبعدين تحمل السوفت وير لانه هيلغي لك ملف القنوات. يبقى انت لو انت عاوز تحمل الاثنين هتحمل السوفت وير الاول وبعدين ملف القنوات. زي ما حضراتكم شايفين ادي الريسيفر سحب ملف القنوات وفصل وهيشتغل تاني لوحده، زي ما حضراتكم شايفين الجهاز اشتغل تاني لوحده. طبعا ملف القنوات ده احدث ملف قنوات نزل. زي ما حضراتكم شايفين لو دوسنا على السات وجبنا طبعا ملف القنوات متحرك، وادي جميع القنوات بالترتيب العربي والخط العريض. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.